أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. غارات إسرائيلية تستهدف معامل الدفاع بمنطقة سفيرة بريف حلب الشرقي، وأخرى تستهدف منطقة البحدلية التابعة لناحية بابلية في محافظة ريف دمشق. قوات الأسد تقصف بالمدفعية وراجمات الصواريخ مدينة الأتارب وبلدات كفر عمة وكفر تعال والقصر والوساطة بريف حلب الغربي، بالتزامن مع اشتباكات بين الفصائل المقاتلة وقوات الأسد وفق مراسل حلب اليوم. الاعتداء بالعصي والحجارة من قبل مجموعات مجهولة على مظاهرتين مناهضتين لهيئة تحرير الشام في مدينة حارم وبلدة خربة الجوز بريف إدلب. فرار 12 سجينا من سجن بلبل بريف عفرين شمال حلب، وقوات الأمن تتمكن من اعتقال 3 من السجناء الفارين حسب مراسل حلب اليوم. وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر يقول إن المناطق المحيطة بالعاصمة السورية دمشق أصبحت آمنة، وإنه يعمل على ضمان إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا مرة أخرى قريباً. قرابة 330 ألف لاجئ في الأردن يستفيدون من المساعدات النقدية المقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي وصلت قيمتها لـ 72.6 مليون دولار في 2023 حسب تقرير للمفوضية.